تقول ان اللي بيرفع عليكي القضايا مش الحكومات، الناس. يعني الناس هم اللي بيرفعوا ضدك القضايا، ان انت بتعملي ازدراء للاديان، ان انت بتتعدي على ومن الذات امتى الناس الالهيه. دول عندهم الحريه قوي دي؟ اشمعنى دول عندهم حريه انهم يعملوا كده؟ فين الدوله وفين القوانين؟ اين ذهبت القوانين؟ ناس فين؟ يعني فجاه كده الناس بقت حره؟ يعني انا عاوز اعرف ده في تناقض هنا غريب قوي. ما كتير يقولوا لي لا مش الحكومه ولا الدوله ضدك ولا حاجه، ده الناس. فين الناس؟ مين هم الناس؟ مين هم الناس اللي بيرفعوا عليا قضايا؟ الشعب المصري؟ ومن هؤلاء الناس اللي يعطوا حريه انهم يجرجروا الناس الى المحاكم؟ من اعطاهم هذه الحريه؟ لا 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 لا، انا لا افصل هذه التيارات عن الدوله والحكومه والقوانين اللي موجوده. الشيخ الشعراوي قال وكده، اقول له هو الشيخ الشعراوي ده ربنا يا اخي؟ يقول لي لا بس الشيخ الشعراوي يعرف اكتر منك في الدين. اقول له لا انا اعرف الدين اكتر من الشيخ الشعراوي لاني درست الدين. يعني الشيخ الشعراوي ده عرف الدين ازاي؟ درسه. انا قعدت 10 سنين ادرس، اقارن التوراه والانجيل والقران. انا بدرس الدين من الطفوله لان باقهر عن طريق الدين كفتاه كامراه، فبدرسه. لازم ادرس الاديان عشان اشوف ليه في تفرقه بين المراه والرجل. فاي واحد يدرس الدين خلاص، ليه واحد يبقى احسن من واحد؟ ليه يعملوا الشيخ شعراوي احسن مني ولا يفهم في الاسلام اكتر مني او شيخ الازهر؟ لا، اي حد ممكن يبقى عالم دين ما دام يدرس وبجديه وبعمق. فلما بقول بقى انا اهم او انا افهم اكتر من شيخ الازهر، او مش بياخدوا كلام في سياق يطلعوه من السياق، ما هو ده بقول لك خطوره الاعلام. انك بتقري نوال السعداوي تقول انها اهم من شيخ الازهر. الا قلتها في اي مناسبه وباي شكل؟ وباي شكل، وما بقولهاش بالطريقه الفجه دي. ما بقولهاش بالطريقه الفجه دي. فالاعلام بيشوه. صلحوني لما اغلط، اعمل كتاب غلط، صلحوني بكتاب، مش تصلحوني ببندقيه. صلحوني بكتاب، اقول راي، صلحوني برايي. لم تشعر بالخوف عندما وضع اسمها على قائمة الاغتيالات، لكنها تألمت كثيرا عندما تعرضت لنوع آخر من الاغتيال، اغتيال الشخصية بالشائعات. الإشاعات في اغتيال الشخصية، يعني انت عارفة زي ما تقول إيه؟ لما ما يقدروش على كاتب أو كاتبة زي لا أغروها بالفلوس، مش عايزة أغروها بالمناصب. أنا كان ممكن أبقى وزير صحة رئيسة وزراء بسهولة، لكن أنا وزيرة إيه؟ الوزير بيشيلوه يحطوه، لكن انا ما حدش يقدر يشيلني. هنا في بلادنا شوفي الطالبان وماذا فعلت التيارات الاسلاميه اللي حكمت. شوفي في السودان بيعملوا ايه، شوفي في بس باكستان. في مصر المهمه صعبه، وفي مصر كل مكان المهمه صعبه تكون اجمل. ابويا كان دايما وانا طفله يقول، ودي احفظها عن ظهر قلب، كان يقول احترمت نفسي حينما خيرتها بين السهل والصعب فاختارت الصعب. بصراحتها المعهودة وإصرارها النادر أنهت الدكتورة نوال السعداوي حديثها لتؤكد أن الطريق الصعب هو اختيارها وأن التمرد هو هدفها.